الله أكبر ولله الحمد. بالروح للدم نهديك يا يمن. بالروح للدم نهديك يا يمن. بالروح للدم نهديك يا يمن. بالروح للدم. الله أكبر ولله الحمد. على الطيران يدق أكار العدو في قبر الشعير، ونحن قادمون لهم إن شاء الله في قبر الشعير. هذا الطيران التحالف. ثم إلى قيادة اللواء ممثلة بالعميد الركن ياسر المقلي، ونقول لهم أننا صامدون ومستعدون لتحرير الميليشيات الرافضية. والله لو يحشد روافض العالم لن يهزنا ولن يرعبنا، إننا بعدهم إلى أوكارهم. تم الحمد لله سبحانه وتعالى تحرير تبت القناصين وتبت القوحم وما جاورها من اتباع من السلسلة القبلية اللي خلف القوح وتطهيرها بالكامل، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة سيتم العمل على تطهير جبل الشعير والتبة المدورة وآل سبحان بإذن الله تعالى. العمل القادم إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله الرجال مواقيد والمعنويات عالية، وبعد إن شاء الله نستمر بعد الميليشيات الحوثية نتابع حتى كفوف مران بإذن الله بوجود الرجال الصادقين ووجود. وكمان أشكر قيادات اللواء 63 بقيادات العميد ياسر مقلي وأركان حرب اللواء فارس مقلي ورئيس عملية اللواء 63 العقيد أديب الشهاب بحيث الجهد والذين يبذلونه مع الأفراد. كما نشكر قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ونشكر قائد القوات السعودية قائد القوات 901.